ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن خلوني قبل ما انهي الحلقة أكلمكم عن أحد التقارير الرقابية والذي يتحدث عن المحاصيل الواردة إلى مصر. التقرير بيقول إن احنا راقبنا على حوالي 31 مليون طن محاصيل قادمة من الخارج، 31 مليون طن، منها 12 مليون طن قمح، منها 7.5 مليون طن تستخدم في صناعة خبز القمح، وحوالي 4.5 مليون طن من فول الصويا اللي بتدخل في صناعة الأعلاف، وأيضا تدخل في صناعة الزيوت، يعني بنعصرها عشان ناخد الزيت بتاعها كزيت طعام، والكسب بتاعها الناتج من العصر بيدخل في صناعة الأعلاف. أيضا استوردنا 10.5 مليون طن من الذرة الصفراء، أرقام مفزعة. 12 مليون طن من القمح، كتير جدا. 10.5 مليون طن من الذرة الصفراء، رقم مرعب. نحن نزرع نحو 2 مليون فدان من الذرة، كيف نستورد 10.5 مليون طن من الذرة الصفراء؟ الأمر باختصار، الكل يزرع الذرة من أجل السلاج، يعني بيطعوها في عمر قبل ما تتكون الكيزان، بيطعوها عشان تبقى علف للثروة الحيوانية. وللأسف كميات كبيرة من السلاج تصدر إلى الخارج كأعلاف للثروة الحيوانية، وده أمر غير مقبول. إحنا مش بنزرع هنا عشان نصدر مية، عشان نصدر أعلاف للثروة الحيوانية في دول الخليج، ده أمر بالغ الصعوبة ومرفوض. بدل ما نستورد 10.5 مليون طن، نمنع زراعة السلاج، يعني الذرة لما نزرعه لازم نطلع الكيزان بتاعته، لازم ننتج منه كيزان الذرة الصفراء والتي يتم طفرتها ودخولها في صناعة الأعلاف ومختلف الصناعات. احنا عندنا أكتر من 20 صناعة بتقوم على الذرة الصفراء، فكيف نتخلى عن هذه الصناعات ونفرط فيها ونسيب بعض الناس يزرعوها كسلاج؟ يبقى احنا على الورق زرعين ذرة صفراء، ولكن الحقيقة هي مجرد سلاج. أيضا 4.5 مليون طن من فول الصويا، عندنا بدائل كتيرة جدا لفول الصويا ممكن تتحط في صناعة الأعلاف، ويمكن أن نتوسع في النباتات الزيتية داخل مصر. المحاصيل الزيتية شديدة الأهمية، وكثيرا ما نادت وزارة الزراعة بالتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية. أرجوكم الانتباه إلى أن أموال الدولة المصرية ليست مخصصة لدعم المزارع في الخارج، ليست مخصصة لدعم المزارع في البرازيل أو في أوروبا، بل هي لتوفير احتياجاتنا بأقل تكلفة، ولن يحدث ذلك إلا بزراعة الأرض المصرية والتوسع في الأرض المصرية وتقديم التيسيرات لكل مزارع في مصر. هذه الأرض لن يزرعها ومش هيخاف عليها إلا المصريين، ولن تزرع إلا باستثمارات مصرية وبعرق ولادها من شباب مصر. ده الكلام اللي لازم نقوله بعد لما نسمع ونشوف مثل هذا التقرير، والذي ينبئ بأن مصر وارداتها وصلت ل 31 مليون طن من المحاصيل. معقول مصر تستورد كل هذه الكميات؟ هذا الرقم يستحق أن نتوقف عنده كثيرا. ده التقرير المهم جدا اللي كنت لازم أتكلم عنه في نهاية حلقتنا النهاردة. انتظرونا كل يوم خميس وجمعة وسبت الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان.